ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة عند أبي داود قال: وله شواهد من حديث ابن عباس أن امرأة لما أرادت أن تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرى يدها قد خضبت بالحناء لم يبايعها. الكلام عن اليد، ثم هي امرأة تبايع في أول الإسلام، ما الذي أدراها عن كشف الوجه ولا عن كشف اليد؟ يعني هذا ليس في محله.